الفصل الخامس من قصة التريجر ايلاند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل الخامس من قصة التريجر ايلاند. تريجر ايلاند الفصل الخامس بيبدأ تاني يا شباب، وين جون او لونج جون سيلفا كيلد توم ويز هيز نايف اون ذا بيتش اون ذا ايلاند. زي ما قلنا الولد جيم لما شاف المشهد دوت ان الراجل توم دوت اتقتل، هي ووز افريد اند ران انسايد ذا ايلاند، قعد يجري لغايه لما وصل ات ذا بوتوم اوف ا لو هيل، تل صغير كده اسفل. في ذات البليس المكان دوت التريز الاشجار كانت ووز ماتش تولر، كانت اطول، وكمان الجو هناك كان فيري فريش اير، الهواء كان منعش جدا، مكان كان جميل كوايت هادئ. هو فيلت سيف، شعر بالامان ان لونج جون سيلفر كودنت ريتش هيم، مش هيقدر يوصل. في اللحظه دي قبل ما يفكر يرجع على الشاطئ تاني شاف حاجه بتتحرك من خلف الاشجار على اعلى التل. هو افتكر في البدايه ان انيمال، بط هي ريكوجنايز ذات ات ووز ا مان، كان راجل. هو في اللحظه دي شعر بالخوف وقرر يجري، بس افتكر ان هو معاه جن، فشعر ان هو هيكون موقفه اقوى شويه وان هو سيف. المهم قرر يتجه ناحيه الراجل. لما راح ليه راجل بينط من ورا الشجر بسرعه غريبه. في اللحظه دي راجل خرج قدامه، والدهشه تو جيمز سيربرايز لدهشته الغريبه ان الراجل دوت طبعا راجل كبير. هي ونت تو هيم اند نيد تو هيم، قعد على ركبه قدامه كده وقعد طبعا قال له بليز دونت هيرت مي، ما تاذنيش. جيم اتفاجئ، راجل ووز عنده لونج هير، شعر كثير طبعا انتايد هير، شعر غير منظم، وملابسه ووز فيري اولد اند راد، راد اللي هي ملابس مهلهله، ميد اوت اوف، مصنوعه من اولد سيلز اللي هو الشراع بتاع السفينه، كان عاملها من شراع قديم. الراجل كان شكله طبعا مهرجل خالص، شعره طويل، هيز سكين جلده نفسه ووز بيرنت اوف ذا صن، جلده كان محروق من اشعه الشمس. المهم قال له هو ار يو؟ قال له اي ام بين بيج. الراجل بين دوت اللي هو كان موجود على الجزيره ووز ذير فور 3 ييرز، كان موجود هناك لمده 3 سنين. فبدا يقول له انا عايزك تساعدني، انا هنا فور 3 ييرز اي ديدنت ايت اونلي، فقط فيش اند فروتس، مش باكل غير السمك والايه؟ الفاكهه. اي ونت تو تيست اتيستي فود او ديليشس فود اجين، عايز اكل اكل حلو تاني. كان يو تيك مي تو يور شيب، ممكن تاخدني معاك لسفينتك؟ جيم قال له if I can go back to my ship. فقال له why couldn't you go back؟ ليه انت مش هتعرف تروح؟ طبعا بالمناسبه الراجل كان بيتكلم بحاجه اسمها دراي فويس، صوت جاف. because he was on the island for 3 years and didn't speak to anyone. كان على الجزيره بقاله 3 سنين ما كانش بيتكلم مع مين؟ مع اي حد. الولد هنا لما ساله ليه مش هتعرف ترجع؟ قال له it isn't your problem. فقال له it's a problem or you came with Flint on Flint's ship، انت جاي على سفينة كابتن فلينت؟ قال له no Flint is dead، فلينت دوت ميت، but some of his men on the island، في 6 of his men على الجزيرة. وقال له is there one of them with one leg، في واحد منهم برجل واحدة؟ قال له yes it's silver it's the cook and the leader of them، ليدر اللي هو قائد الايه؟ البايرتس. فقال له هيز ا فيري دينجرس مان. If Long John, if you work with Long John Silver, so I am in a big danger. لو انت شغال مع Long John Silver يبقى انا كده في مشكله كبيره. بدا يحكي له. قال له كابتن فلينت دوت ووز اون ذا ايلاند. كابتن فلينت سبحان الله. كابتن فلينت فاوند ذا تريجر. خلي بالكم الحته دي. كابتن فلينت فاوند ذا تريجر اند he buried the treasure on the island in the in a secret place. دفن الكنز في مكان سري. And went back to the ship. الكلام ده طبعا بيحكيه الراجل بين دوت لمين؟ للولد جيم. قال له كابتن فلينت دوت كان قائد المجموعه دي كلها السيلرز دول اللي هم بايرتس بعد كده، ودفن الكنز ورجع على السفينه بتاعته، قعد هناك اسبوع ورجع. كان على السفينه 6 سيلرز، 6 بحاره. السكس سيلرز دول فاوند ديد، وجدوا كلهم ميتين. كابتن فلينت كيم باك وذ ذا شيب الون، طبعا زمان السفن الشراعيه والكلام ده صعب حد يمشي بسفينه لوحده، لازم مجموعه كبيره. فهم مستغربين اصلا
الراجل دوت كابتن فلينتي ازاي قدر ان هو يتحكم في السفينه ويرجع لها لوحده؟ كان معاه في التوقيت دوت بيلي جونز، لو انتوا فاكرينه اللي هو كابتن بيل اللي كان راح على الفندق في اول الايه؟ القصه اللي مات قبل كده، اللي هو كان معاه الصندوق فيه الايه؟ الخريطه. كان معاه بيلي جونز ولو جون سيلفر اللي هو عنده وان ايه؟ وان ليج. المهم هنا ان هو الاثنين دول لما سالوه فين الكنز؟ قال لهم اون ذا ايلاند. يو كان جو اند فايند ات يور سيلفز، ممكن تروحوا تلاقوه بنفسكم، بس انا مش هستناكم. وبالفعل رجعوا. بعدها بشويه خد القراصنه دول تاني انذر شيب سفينه وينت تو ذا ايلاند، راحوا الجزيره. وهناك قعدوا يدوروا، كان معاهم راجل اللي هو اسمه بين دوت. قعدوا يدوروا على الكنز فور ا ويك، بات زي ديدنت فايند ات. عشان كده عاقبوا الراجل بين دوت اللي هو كان معاهم على الجزيره اللي هو بيكلم جيم، وقالوا له طيب خد بقى انت الجان دوت، ادوا له جان، هو القراصنه ليهم نظام معين كده. ادوا له جان، وادوا له حاجه اسمها سبيد اللي هو كريك. قالوا خد انت بقى واقعد دور على الكنز براحتك. وليفت هيم اون ذا ايلاند اند وينت هوم، وسابوه. قعد على كده 3 ييرز، 3 سنين هو عايش اون ذا ايلاند، ايت ياكل فيش اند فود. هنا قال لي جيم يلا نرجع السفينه، بس قال له خلي بالك اي ام ريتش مان، انا راجل غني. جيم افتكره كريزي يعني مجنون. الراجل قال له اي ام ريتش مان اند اي كان جيف يو ماني، بات مستر تراوني اللي هو معاهم بقى اللي هو جاب الرحله دي، مستر تراوني از ا جود مان، هي وود جيف مي ماني اند ليت مي اون ذا شيب جو باك وذ ذيم، يعني خلينا نرجع معاهم. فقال له مستر تراوني از ا كايند مان. فهنا قال له بس احنا ازاي اصلا نرجع للسفينه والقراصنه موجودين الناحيه دي ولازم نعدي من الناحيه الثانيه؟ قال له دونت وري اي هاف ا بوت، انا عندي هنا مركب صغير اي ميد ات ماي سيلف، انا رجعته او انا صنعته بنفسي. في اللحظه دي زي هارد انذر شوت، سمعوا اطلاق نار تاني. اند بيجان تو ران باك تو ذا شور، بداوا يرجعوا جري على الشاطئ عشان يلحقوا مين؟ المركب، ويروحوا لمين؟ لمستر تريداوني كابتن سمولت ودكتور ليفزي. بينتهي تشابتر 5 باللقطه دي يا شباب، وهنبدا في تشابتر 6. تشابتر 6 من قصه تريجر ايلاند بيبدا من نفس اللقطه اللي كان فيها تشابتر 5. الفصل الخامس انتهى عندما الولد جيم هو والراجل فين اللي هي على الجزيره هارد الاوت شوت. زي كيم باك تو ذا بوت اون ذا بيتش على الشاطئ تو جو باك تو كابتن ليفزي او دكتور ليفزي اند كابتن سمولت مستر تريلاوي. هنيجي بقى لتشابتر 6، في حاجه غريبه شويه. طول الاحداث اللي فاتت كان بيحكيها الولد جيم. تشابتر 6 اللي بيحكيه كله دكتور ليفزي. هو هنا اللي بدأ يروي الأحداث من وجهة نظره.